ولا هاد الزمزامي عبد الكريم ملي دخلوا هاد الولايه هادي خربوا عامر السوق الاسبوعي حيدوه الدوار عامر جماعه عامر خربوها تيديروا نزع الملكيه ونزع الملكيه تتطلب منفعه العامه هاد الناس ما جايبش لنا المنفعه العامه هاد الناس جايبين مصلحه خاصه العمارات والوزينات والحي الصناعي والفيلات والعمارات احنا ذوي الحقوق اصليين سواء السلاليين سواء الوافدين لان الوافدين اللي شاري بقعه راه معترفه به الداخليه نهار الانتخابات كيجيو يدقوا عليه حتى المحل وكيعطيه ورقه تيقول لك غتصوت واليوم كيريبوا ليه دارو كاين اللي خاص على دارو 40 مليون في العشوائي ما عاطين الناس الرخص كاين الناس اللي بانيه 20 عام ضيعوها ما عطاهم والو حنا كنطالبوا اعاده الهيكله واعاده النظر اعاده النظر في هذا التصميم لان هذا التصميم غير قابل للتطبيق ماشي في صالحنا هاد الناس هاد الناس لوبيات ديال العقار هاد الناس حنا اصلا ولاد سبيطا وكنهضر بصفه عامه جماعه عامر حنا ولاد سبيطا باقي مشروع اللي تسنو سيدنا في 2007 راه باقي معرقل هاد الناس كلهم المشاريع الملكيه كلها واقفه هاد الناس باغيين ينهبوا هاد الناس خصهم المحاسبه خصنا البلان يتعلق ديال الكربوب الولايه السابقه اللي كانت هاد البلان غير قابل للتطبيق وحنا كنرفضوه وحنا غنديروا التعرضات عليه حنا بغينا اعاده الهيكله ونعيشوا عيش كريم الرسالة كنوصل لجلالة الملك بأن هاد الجماعة عامر والجماعة الحضري بوقنادل جماعة الفساد والنهب والريع ما كاينش شي مسؤول اللي كيجي يتواصل معانا عامر كله مقطوع عليها الضوء الناس كتخلص الناس باغية تخلص ما عاطينهمش عدادات الناس كتموت رمضان دوزناه عذاب الناس سيعي واش كيريبوا لك دارك وتيقولك سير تكري واش كيريبوا لك دارك اخويا انت 20 عام ولا 40 عام ساكن انا ابا عن جد انا من ولاد سبيطا في عهد مولاي اسماعيل جايب لنا البلان غير قابل للتطبيق حتى البلان ما واضحش حتى الرئيسه ما كتواصلش ما عرفناها واش رئيسه ولا الزمزامي كريمو هو الرئيس حنا بغينا يوضحوا لنا الجماعه كتجي هنا ما كيتسوق حتى واحد حنا بغينا جلاله الملك يتدخل في هذا الملف هذا حنا هذا التصميم رافضينه حنا بغينا إعادة الهيكلة كل من هو سلالي خصنا إعادة الهيكلة هات البلان مرفوض هات البلان مرفوض بأن ولاد سبيطة في 2007 مشروع شنو سيدنا راه باقي معرقل داوي الحقوق ما خدينا والو استافدوا ناس ماشي سلاليين هاد الناس يشرعوا القوانين معاهم السلطات معاهم القوة العمومية معاهم التشريع اي حاجه كده هاد الوزينات اللي داروا في عامر غير قانونيين ونتحداهم داكشي درتوه غير بعضياتهم وصادقوا عليه وتيصفقوا هادشي اللي كاين اخويا ضرونا هاد الناس مرتونا ضيعونا الناس كتموت واش انت ساكن 40 عام في محل كيريبوك وتتكري ما بين عشيه وضحى الصباح متشرد واش واحد لا كانت لاقينا عاد البطاقه الوطنيه نسرقوها ما كاينش تواصل اخويا احنا دخلنا ما لقينا حتى شي واحد ما كاين لا رئيسه ما كاين لا نائب كلشي الاعضاء ديال ولاد سبيطا ما كيهضروش مشريين الاعضاء ديال الجماعات مشريين ما كيدافعوش علينا كيدافعوا على المصلحه ديالهم حسبنا الله ونعم الوكيل انا اتكلم بصفه عامه عامر كلها خربقوها حنا رافضين هاد الدري صغيره من المدرسه قال لك حط لكم رئيسه رئيسه ما دارت معنا حتى شي حاجه ها حنا الاراضي ديالنا غاديه لينا دابا هكاك عندنا الفلاحه عندنا الكسيبه وحنا موجودنا وكلنا حنا كنخلقوا هنايا في هاد الارض السعيده هادي ما يمكنش حنا غنتحولوا من هاد الارض هادي لا لا يعقل راه ما كاينش شي واحد اللي يسمح بالارض ديالو وما كاينش شي واحد غيسمح بالمترو ديالو ما يسمح فيه راه كلشي الناس هما كيشوفوا كلشي الناس واقفين اراضي ملك واراضي تيترا محفظة الله يرحم الوالدين اي بعد حنا لا اله الا الله داو الجموع الجموع ديال الدوله ما عندناش مشكل ولكن هذه راه ديال مواليها اراضي ديال مواليها راه كلشي هنا عايش فيها راه كناكلوا فيها ونشربوا فيها فين غنمشيو حنا ما موالفينش بالمدينه حنا الناس العروبيه حنا كنعيشوا في الفلاحه هاد الناس هادو شوفوا واش غيديروا معنا شي حل راه حنا ولا نطيحوا الدم ديالنا يطيح في هاد الارض هادي يقتلونا اللي جابوا لينا بلان قال لك الاراضي ديالكم غادا تمشي غيديروا فيها حي صناعي
الاراضي ديالنا غيديروا فيها حي صناعي. حنا هذا الحي الصناعي هذا لمن غيدار؟ شكون غيخدم فيه؟ الله هاد الناس من اللي غادي يمشيو 50,000 سكن ولا اكثر ديال السكن هنا في هاد العامر هادي فين غادي يمشيو؟ يلا فين غادي نديروهم بالملك ديالهم بالتيتر ديالهم؟ الله يرحم الوالدين. هادشي راه حنا لا اله الا الله حنا المطالب ديالنا كنطلبوا الحق ديالنا تبقى لنا، طلبوا جلالة الملك يوقف لنا في هذه القضية هذه ويخلي لنا أرضنا. كنطلبوا أرضنا، حنا ما بغينا حتى شي حاجة، بغينا غير أرضنا تبقى لنا نفلحوا فيها كما كان، كما عاطي الناس ديال الشاوية والأكادير ومراكش كلشي كيتفلح، حتى حنا بغينا نفلحوا. حد الناس ديال سلا العالم القراوي راه حنا كنفلحوا هادشي، كنعيشوها بهذ الفلاحة، ما خدامين ما موظفين ما عندنا حتى شي خدمة اللي كنخدموها، ما حنا عسكر ما حنا نفلحوا كناكلوا خبيز معاهم عايشين وعاش الملك. منطقة البراهمة ولاد العياشي وديك المنطقة عامر كاملة جاو هاد الناس هادو حطوا حي صناعي هنايا، حي صناعي ما فهمولناش شنو غايديروا معاهم لا والو. انا دخلت تما لداخل واحد المهندس يشرح للناس قال لهم راه يكون حي صناعي، قلت لهم لا يكون حي صناعي واش هاد الناس هادو غايتعوضوا ولا شنو غايديروا؟ غايتعوضوا في الترياب لا يريبوا لهم والارض ديالهم شنو غايديروا معاهم؟ قال لك حنا ما عارفين والو. قال لك حي صناعي راه حطوا البلان ديالو هنا وصافي، ما عرفناش واش غايعوضوا لهم واش غايعطيوهم فلوس واش غايعطيوهم مقاعد، ما عرفنا حتى شي حاجه ما كاينه. بغينا هاد الناس هادو يخرجوا يوضحوا لنا شنو كاين، ما بقاوش نهار كامل حنا جالسين هنا. يخرج رئيس الجماعه يفهم الناس شنو غيكون واش غيتعوض، رئيس ولا رئيسه ما عرفناش، حنا ما عرفنا لا رئيس لا رئيسه، ما خرج عندنا حتى شي واحد. الله يجازيكم بخير وعاش الملك. السلام عليكم، انا البشتاوي فاطمه. سيدي حنا شاريين البقاعي 17 عام هادي وحنا شاريين البقاعي، عندي 5 ديال الوليدات اللي عندي وخلصنا البلان وشرينا وتكاتبنا ودابا قال لك ما كاين حتى شي حاجه. وفين غنمشيو اخويا؟ عندنا الكرا كنخلص الكرا ديال الدار والكرا ديال والراجل ديال الصمامات ديال القلب. حنا كنتسناو هذا العام غنبنيو وهذا العام غنبنيو، كيقول منين جينا دابا قال لك ما كاينش حتى شي حاجه، ما مسوقينش لينا. حنا فين غنمشيو سيدي؟ عاش الملك، جلاله الملك دير لنا الحل، راه حنا غير في ديور الكرا، واش حنا فين غادي نمشيو؟ واش حنا الكرا ديال الحانوت والكرا ديال الدار والراجل و17 عام سيدي وحنا ساك؟ ارضنا. الرئيس قال لك بلان بيض ما كاينش حتى شي، الرئيسه قال لك بلان بيض ما كاين حتى شي حاجه. قال لك بلان بيض كلشي غيتهدم. ما يمكنش وحنا فين غنمشيو؟ حنا وليداتنا عندي 5 د الولد، ولد عنده 17 عام بغى يتزوج وكاريين جوج بيوت وكوزينه. فين غنمشيو جلالة الملك؟ دير لنا الحل الله يجازيك بخير. عاش الملك، ديروا لنا شي حل، بغينا نبقى عينا، بغينا نبنيو، واخا غير نتسلفوا، واخا نديروا غير طوبه فوق طوبه ونسكنوا حتى حنا بحال الناس. راه قهرنا الكرا، راه قهرنا الكرا، واش كنحط 60,000 ريال 30 ديال الكرا ديال الكراج و30 ديال الدار؟ وفينا وفينا واش غناكلوا؟ بطاطا دايره 10 درهم، اش غادي ناكلوا؟ ديروا لنا شي حل، بغينا نبقى عينا الله يجازيكم بخير، بغينا نبقى عينا الله يجازيكم. خرجوا لنا هذا البلان هذا وهذا الشيء هذا، راه غيضيعونا اخويا وغيضيعوا بزاف ديال الشباب، بزاف ديال العائلات، وكاين اللي خدم بزاف على ود هذا البراكه اللي دار وعلى هذا الشيء اللي دار، غيجي واحد غيقول لك لا على ريبوا لي هذا الشيء هذا وحيدوا لي هذا الشيء هذا، انا غضيعوا لي الحياه ديالو فين غتصيفطوا؟ غتقولوا لي ريبوا لي وسير تشكري، هو عنده باش يكري، عنده باش يكري يكون بلا دار وبعدا، هذا الشيء كامل علاش ديروا هذا الشيء كامل باش تضيعونا حنايا؟ ديروا معنا شي حل، ديروا معنا شي حاجه. حنا حياتنا كامله حنا عايشين هنايا، غتجي دابا ما غنشدو حتى حاجه، غادي نضيعو غنضيعو ولادنا وتكذبوا علينا تقولوا لنا غنعطيكم المصانع، حنا ما بغيناش المصانع، حنا بغينا ديورنا، ما بغيناش هذا الشيء، ما بغيناش عايشين. الله يجازيكم بخير، حنا ديورنا، حنا صالحين ديورنا وبانينهم وعندنا وليدات صغار راه غادي يتشردوا، كاينين الكبار دعونا بالخدمه ويضحكوا علينا، حنا هادشي رافضينه، حنا ما بغيناش الخدمه، حنا ولادنا بطاله بطاله، كيف داروا المصانع كما داروا المصانع، هادشي معروف. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.